عايزة اروح سريعا كده بقى لخبر تاني. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كشف، وبيقال انه كشف عن طريق الخطأ، انه النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول ربما ترتيبه في سباق الحصول على جائزة ذا بيست اللي بيتم منحها لأفضل لاعب في العام العالم لعام 2018 ربما يكون الثاني، يعني هو الوصيف الأول. ده الموقع الرسمي لفيفا قال إنه محمد صلاح هو وصيف أكبر لاعب في العالم لعام 2018، واتكلم على ترشيحه للحصول على جائزة بوشكاش اللي بتمنح لصاحب أفضل أهداف، أفضل هداف العالم أو أفضل أهداف العام بعد الهدف الرائع اللي سجله في الموسم الماضي. وقال الموقع إنه هدف محمد صلاح ده كان 13 للنجم المصري في مسيرته في مسابقة الدوري الإنجليزي قبل أن يتوج بلقب ملك الهدافين بعدما سجل 32 هدف. ده الحقيقة خبر كمان مهم جدا، لأنه المفروض أنه الكشف عن هوية الفائز بجائزة The Best أو الأفضل هيكون يوم 24 سبتمبر الحالي في العاصمة الإنجليزية لندن، اللي هتستضيف الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. خلينا